لا 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 معنا الحطفط العام أدد والأعمال وفي أداء قسم للإطار ما بعرف نعمل أداء قسم قبل ال لأنه نحن ما كان في البرنامجنا دخل في برنامجنا أداء القسم هلا التحقت بالمجلس التشريعي في عام 2019 ناطق لجنة التربية والتعليم عضو الآن في المجلس التشريعي لإقليم الجزيرة خضعت لدورة تدريبية الدورة التدريبية الثانية لشهداء مطرقة الشعوب وأنا الآن بين أيديكم وعند حسن ظنكم إن شاء الله نلت ثقة من الجميع وشكرا وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية شفت الصفحة الصورة بالعلمية التاسع وعملت مع قواس الديمقراطية في بداية تحرير منطقة الجمهورية والتحقت بالمجلس المدني في العين أيسا 17 هي إدارة العرب والصين على رأس القائمة إضافة إلى موضوع المهجرين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا هذا كمان ملف تم نقاشه تركيا دائما بتوعد هذول اللاجئين بدهم يرجعوا والنظام على أساس قبل إنه السوريين يرجعوا يعني على الإعلام طلعت هذه الصورة إنه صاير في تفاهمات لكن عمليا مقررين إنه يشكلوا لجان في عندنا مشكلة وبرجع أقول هالمشكلة تمام سيد كابيران حسين والسيدة جورجيت يعقوب برسومو بدلا من شاغرين من إدارة الجزيرة وأصبحا عضوين في المجلس العام في جلسة رقم 58 تاريخ 14/8/2022 كما أصدر المجلس التشريعي خلال عام 2022 27 طرح نشاطات المجلس صار المجلس التشريعي العديد من المؤسسات واللجان وشارك في كافة الفعاليات التي نظمتها الإدارة المدنية في